في هذه الأيام المباركة، وفقني الله تعالى وإياكم إلى ذكر الله تعالى وشكره، فإن نعم الله تبارك وتعالى علينا تدرى وفضله علينا عظيم، فإنه يستحق الحمد والشكر بكل ما عندنا من قول وعمل سبحانه وتعالى. نحن اليوم نحيي شعيرة من شعائر الإسلام، ونظهر بفضيلة عظيمة تابع نبينا صلى الله عليه وسلم فيها أبانا إبراهيم عليه السلام، فإن الله تعالى بعث إبراهيم إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كلمات قالها إبراهيم عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا، فأبوا عليه. قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثم انطلق إبراهيم عليه السلام بعد أن آيس مما عند قومه من الخير، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فذهب إلى الله تبارك وتعالى طالبا ما عند الله، فوهب له سبحانه على الكبر إسماعيل وإسحاق. قال وبشرناه، بشره الله تبارك وتعالى بغلام حليم يطيعه إذ عصاه قومه، فوهب الله تعالى له إسماعيل وهو على الكبر، كان عمره يتجاوز 80 عاما، فوهب له إسماعيل، وشب إسماعيل عليه السلام شبابا حسنا وقوي في جسده، وأخذ مع أبيه العناء والمشقة، فلما بلغ معه السعي رأى إبراهيم عليه السلام في المنام رؤيا أنه يذبح ولده هذا. بعدما كبر وشب وأخذ مع أبيه يعينه على العمل، والسبب أن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون قلب إبراهيم عليه السلام خالصا لله عز وجل، لأن الله اصطفاه إلى أرقى مراتب البشرية، وهي مرتبة الخلة، لم ينلها من العباد إلا محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، رفعه الله مكانا عليا. فلما نشأ ولده وأخذ شيئا من قلبه، أراد الله تعالى أن ينقي قلب إبراهيم عليه السلام، أراه في المنام أن يذبح ولده. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. وشوف هنا عظم طاعة الولد لله أولا، ثم طاعة الولد لأبيه. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما أمرك الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان إسماعيل كما قال الله عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة
وكان عند ربه مرضيا. كان بجد صادق الوعد. قال تعالى: فلما أسلما، أي استسلم إبراهيم لأمر الله عز وجل بذبح الولد، واستسلم إسماعيل لأمر الله ثم لطاعة والده في أن يرضى بأن يذبح. فلما أسلما، الاثنين استسلموا لله، وتله يعني قلبه على وجهه على الأرض شان يذبحوا، وتله للجبين، ناديناه أي إبراهيم. في الوقت ذاك تم الاختبار ونجح إبراهيم ونجح إسماعيل. ناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى الامتحان. إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. ربنا فداه بكبش من الجنة. قال ابن عباس: كان يرعى في الجنة 100 عام، أنزله الله تعالى فدا لإسماعيل عليه السلام لما استسلما جميعا لله جل وعلا. فصارت هذه سنة أحياها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: سنة أبيكم إبراهيم تتبعون. فنحن نتبع سنة إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ولده بأمر الله عز وجل. ومن أعظم ما يستفاد من هذه القصة أننا نذبح هوانا في الأول قبل أن نذبح أضاحينا. نذبح هوانا لله. إبراهيم عليه السلام رضى إنه يذبح ولده، ولده الوحيد اللي رزق به على الكبر وما معه أحد يعينه. البيت بنو براون: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اثنين بنو البيت ما معهم زول، ولو معه معين. ربنا قال لي أذبحوا طاع ربنا سبحانه وتعالى. نحن بنحتاج نطيع الله عز وجل ونذبح هوانا قبل أضاحينا. ولهذا عليك أيها المسلم أن تستفيد من هذا فتطيع الله جل وعلا في أوامره جميعا. حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتهن، أدوا الصلوات في المساجد حيث ينادى بهن، لا تفرطوا في صيام رمضان، أدوا زكاة أموالكم في أوقاتها، صوموا وحجوا بيت الله جل وعلا، أفعلوا الفرائض، بروا بوالديكم. شوفوا بر إسماعيل عليه السلام كيف بر والده، كذلك صلوا الأرحام، لا تقطعوا الجيران، لا تؤذوا عباد الله، لا تقطعوا الأرحام. كذلك أيضا مما نذبح فيه هوانا ونتبع فيه شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أن نضحي هذه الأضحية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنذبح لله ولا نذبح قربانا لغير الله جل وعلا، وأن نذبح باسم الله، وأن نذبح في الأوقات المعلومة. أيضا أيها المسلمون، مما نكسر فيه هوانا ونتبع فيه سنة أبينا إبراهيم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، حياتنا في البيوت تكون على السنة، ما تكون قائمة على الملاهي ولا على الرقص ولا على الغناء ولا على تبرج النساء ولا على الفوضى في البيوت. نقرأ فيها القرآن، نصلي فيها السنن، نحيي البيوت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعلم أبناءنا أن يتربوا على التربية القيمة،
ما تترك الأولاد سبهلل ولا سدى من غير أوامر ولا نواهي. تلقى الوالد يصلي في المسجد حاضر والولد بره في الطريق، يؤذي عباد الله، يسيء بالكلام، قبيح العبارة، في منظره كريه المنظر، يؤذي الناس، ليس فيه خير، لا يعرف يؤدي السلام ولا يرد السلام. هذا خلل في التربية. ربوهم على الاحترام، ربوهم على تقدير الكبير، ربوهم على توقير الصغير، ربوهم على القرآن، ربوهم على الصلاة في المساجد، ربوهم على أن الذي في الطريق يحترم، لا يؤذي الناس في الطرقات، وهكذا يتربوا تربية قيمة وتنشئة محترمة، لأن الولد عنوان لبيته ولوالديه. الليلة أنت لو وجدت طفل في الطريق سيء الأخلاق بذيء العبارة، امتحى تتكلم أولا في والديه، وهذا الطبيعي. أيضا مما نكسر فيه هوانا أن نربي بناتنا بالذات على الحشمة والحياء وعلى الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. البيت من صغيرة مما بدت عليها علامات الأنوثة، لبسوها الحجاب، علموها الأدب والاحترام، تمشي في الطريق بأدب وبحياء، تلبس لبس محتشم. ولكن كيف نترك إخواننا نساءنا كاسيات عاريات مائلات مميلات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطريق؟ هنا البعاكس للرجال، وهنا اللابسات لبس شين، وهنا جايبات لنا الفتنة في المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، المواسي المواتية. قال: خير نسائكم الودود الولود، المواسي المواتية، وشر نسائكم المتبرجات، وهن المنافقات. نصيحتي لنفسي وإياكم أن نرعى البيوت، أن نهتم بالتربية. التربية ليست أن تترك الولد سبهلل، لا أمر ولا نهي. تلقى الأولاد والبنات صوتهم أقوى من صوت الأم والأب، وتعاليم في البيت أشد وأعظم من تعاليم الأم والأب، وهذا من الخلل. التربية لا تعني أن يترك الطفل سبهلل، بل يؤدب ويعلم ويقوم ولو بالضرب. نحن لسنا علمانيون، الدعاوى العلمانية ودعاوى الكفرة ما بتنفع معانا. نحن بنربي أولادنا كما ربى النبي عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ما يجي واحد متفلسف يقول لك لا الأولاد ما بدقوم، لا بدقوم. الولد يتعلم ويتربى ويتخلق. زمان أبواتنا ربونا زي ده، ودي تربية صحيحة، لكن الآن بقت فلسفة. الولد يقول لك لا بد من الحوار في البيت، ولا بد من النقاش، ولا بد تكون في ديمقراطية في البيت. ما في حاجة اسمها ديمقراطية، في حاجة اسمها حلال وحرام. يتربى البيت كله على الحلال والحرام. المرأة تعرف الحلال والحرام، الراجل يعرف الحلال والحرام، ما يأكلهم إلا الحلال، وما يأمرهم إلا بما أمر الله. الأولاد يعرفوا الحلال والحرام. هكذا التربية، وهكذا تنشئة المجتمع. أما السبهلل والفوضى وأي واحد على مزاجه، هذا ما ينفع، وإلا أنت حتبقى في مرحلة من المراحل ضعيف ومحتاج للبقيف معاك. واللي ربيتهم تربية سبهللية زي دي ما بقيفوا معاك، ولا بيحترموك، ولا بعرفوا لك قدر، ولا بعرفوا لك قيمة. ولهذا أيها المسلمون، نستفيد من قصة إبراهيم وولده إسماعيل تقويم البيوت وتحسين التربية. فإن البيت إذا قام على السنة وتربى الجيل تربية جيدة، نشأ المجتمع سويا ومعافى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال والدعوات، أسأله تعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا يقينا خالصا. اللهم
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم هون على بلادنا، اللهم ادرع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبعد عنا الغلاء والشقاء وسوء العيش وضنك الحياة يا رب العالمين. وسع علينا في بلادنا وأمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين وأوطان المسلمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين.